بعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس الحكومة الإسبانية، بدأ في التراجع عن قراره بالخروج عن حياد بلاده ودعمها احتلال المغربي للصحراء الغربية. هذا الخبر عاجل صادر عن الأمم المتحدة، ترفض إعلان إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع في الصحراء الغربية. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، كي سمعنا في أول فيديو غنسمعوا إن شاء الله تسريبات أخرى في آخر فقرات هذا الفيديو كالعادة ديالنا الإخوان. فراقشية البوليزاريو كيروجوا واحد الكذبة طلقاتها القناة الجزائرية الدولية، كتقول القناة الجزائرية الدولية وكيقولوا فراقشية البوليزاريو كي غنسمعوا كيتغناوا فرحانين على أن الأمم المتحدة رفضت إعلان إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي المغربي كحل لنزاع في الصحراء على حد التعبير ديالهم. قبل الإخوان ما ندخل لكم في هذه الحيتيات وتفاصيل هذه الكذبة وعلاش طلقوها، نأكد لكم على أنه هذا جزء من البروبوغاندا الجزائرية، وهذا البروبوغاندا وارتها منهم البوليزاريو. البوليزاريو معروف عليه الكذب منذ زمان. كيحكيوا لي بعض الإخوة الصحراويين العائدين إلى أرض وطن أنهم من اللي كانوا في مخيمات تندوف دائما كتعلمهم البوليزاريو لأنه قريب الاستقلال، لأنه درجة بعض الأيام قالوا ليهم نهار الفلان فلاني عطاو مهلة أسبوع أسبوعين غنرجعوا للصحراء والمغرب راه غيخرج وغندخلوا على المساكين وعلى المدن الجاهزة، وجدوا حوايجكم مساكن من نيتهم كيجمعوا دوك الحوايج ديالهم والأتات ديالهم وكيحزموهم وكيعتقدوا على أنهم فعلا غيرجعوا. المهم الإخوان، هذه الكذبة اللي طلقت هذه القناة الجزائرية الدولية براتها على أنه بكون المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن على أنه على جميع الأطراف المعنية بالنزاع دعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا اللي كتهدف إلى استئناف العملية السياسية في الصحراء. وهذا الكلام اللي صدر من عند المتحدث باسم الأمم المتحدة كيأكد به على أهمية الحفاظ الأطراف الالتزام الكامل بالعملية السياسية اللي كتقودها الأمم المتحدة وكتماشى مع قرارات التي تنص على دعم حل واقعي ودائم مقبول للأطراف. وما قالش بالمرة، ما نطقش بالمرة ولا جلسانه أن الأمم المتحدة كترفض موقف إسبانيا الجديد بخصوص الملف. إسبانيا حرة في قراراتها، إسبانيا ما عندش الأمم المتحدة تدخل فيها، إسبانيا جزء كبير وطرف كبير في النزاع بحكم أنها مستعمرة الصحراء. هذا الاعتراف الواقعي من إسبانيا مغربية الصحراء وبحكم ذاتي تحت السيادة المغربية عنده وزن كبير. هذا بطبيعة الحال هو اللي زعزع فراقشية البوليزاريو الجزائر وخلوهم يخرجوا بأكاذيب وإشاعات باش يخفوا عليهم من آثار الصدمة، ودائما يقبضوا دوك المحتجزين في مخيمات تندوف على أنه الاستقلال راه مازال وراه قريب غنستقلوا وقريب غيخرج المغرب. حقيقة الأمر أنه الواقع المر في مخيمات تندوف على أنه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف ما قداش تزيد تصبر أكثر من هاد 50 سنة لمرات. طوال هاد المدة دائما قابضينهم وشادينهم بالأكاذيب والإشاعات، الاستقلال قريب وراه غنستقلوا ورحنا دولة ورحنا عندنا رئيس وعندنا جالية وعندنا وزير وعندنا مستشار وعندنا كذا 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 كذا، تيكذبوا عليهم كيوهموهم فعلا على انهم دولة. ولكن اسبانيا كجزء كبير في النزاع وكمعنية في النزاع ملي غتجي وتعترف لك بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية غيريب ليهم المشاعر والاحاسيس. كل هذه الاوهام اللي كيعيشوا فيها ما بقى عندها معنى اليوم، الاحلام ديالهم انهارت وخرجوا بالاكاذيب والاشاعات باش يبردوا على انفسهم، لدرجة الاخوان وكي غنسمعوا في التسريبات فراقشية البوليزاريو كيقولوا على انه رئيس وزراء اسبانيا ولا اسبانيا عامة
قد تراجعت على اعترافها بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. نسمعوا الإخوان هذه التسريبات الصوتية اللي فيهم الكذبتين، الكذبة ديال رفض الأمم المتحدة القرار الإسباني، والكذبة الثانية ديال تراجع إسبانيا ورئيس وزراء إسبانيا على القرار اللي اتخذوه على أن الصحراء المغربية مغربية بالحكم الذاتي وتحت السيادة المغربية. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. بعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس الحكومة الإسبانية، يبدو أن وزير الخارجية بدأ في التراجع عن قراره بالخروج عن حياد بلاده ودعمها احتلال المغربي للصحراء الغربية. أغرد الآن وزير خارجية خوسي مانويل الباريس قائلا: لقد التقيت ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية للتعبير عن دعم إسبانيا لعمله للتوصل إلى حل مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة، رسالة واضحة المعالم، حيث غرد بالإسبانية والفرنسية والإنجليزية حتى تصل لكل من يعنيه الأمر باللغة التي يفهمهم تعود يفهمها. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير لأخوات رب نساء الصحراء إسبانيا، شحالكم كاملات؟ إن شاء الله تعودوا بخير. هذا بعد الخبر عاجل صادر على الأمم المتحدة اللي عنت فيه ترفض إعلان إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل للنزاع في الصحراء الغربية. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال على أن جميع الأطراف المعنية بالنزاع دعم جهود ديمسترا الهادفة لاستئناف العملية السياسية. الأمم المتحدة تؤكد على أهمية الحفاظ على الالتزام الكامل للأطراف بالعملية السياسية التي تقودها بما يتماشى مع القرار 2602-2021. القرار ينص على دعم حل واقعي ودائم مقبول من الطرفين. الحل يكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراء الغربية في إطار أحكام ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة. هذا الأمم المتحدة ما مرقته وقالوا الناطق باسم المتحدث باسم الأمم المتحدة عن هذا اللي قررت إسبانيا، لأن إسبانيا ما هي الدول الثانية، إسبانيا لا عندها علاقة بالصحراء الغربية وبالحلول، لأنهم أولا مستعمرة قديمة وهي اللي باعت وسلمت الصحراء الغربية للاحتلال المغربي، وطرف مهم في حالة قضية الصحراء الغربية. إذا المتحدة تقول واضح أنه حد يدعم العملية السياسية اللي قودها المبعوث الأممي اللي عقبه قبله الأطراف، والجبهة الشعبية قبلته وهي مواصلة الحرب، قبلته ملي إلى عاد اللي يخلق حل يكفل الشعب الصحراوي تقرير مصيره، وعن الحرب ما يموقفته، وهذا ملي قرار عاقب ذاك ملي. هذه ما هي دول كيف اللي قلنا، هاي دول الخليج والله دول عربية معاها والله بعض الدولات قليلة في افريقيا اللي تفتح قنصليات في الصحراء الغربية المحتلة وتقول عنهم على المغرب والله شيء، هذه المتحدة ما تعطيها ذاك من الأهمية. ولكن إسبانيا اللي هي المستعمر القديم واللي هي واحدة من واللي هي الدولة اللي تحمل المسؤولية التاريخية في الصحراء الغربية باش تقول عنها يعني أعلى سلطة فيها وهو رئيس الحكومة يقول عنه يشوف عن حل الحكم الذاتي على عنه حل واقع الصحراء الغربية، هذا معناه أنه قبض الأطروحة المغربية ومشبيه وضد قاع ضد هذا اللي تقول المتحدة. المتحدة اللي تقول واضح حد يدعم العمل السياسي حل يتفقوا عليه الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. هذا مهم جدا. إذا رئيس الحكومة انقض كل المقررات الدولية وملي داخل هو نفسه داخل دخل مشاكل وسط حكومته، لأن نائبته اللي من بوديموس و 11 بين حزب ومنظمة نقابية وغيرها ضد قراره، وهذا ملي الجزائر كملي شريك في العملية السياسية وفي أخبار الصحراء الغربية وملي عندها علاقة به هو جيدة وتصدر له الغاز
قطعا عنها استدعت السفير للتشاور، وذاك معناه في البروتوكول السياسي بين الدول هو أنه يحتمل أنه خالق إنذار لقطع العلاقات ويا سم الأمور. هي فرنسا اللي الحليف والمعاون الأساسي للمغرب ما قدرت تقول عنها مع الحكم الذاتي، فما بالك بهذا الخروج لرئيس حكومة إسبانيا. إذن هذه واحدة من التداعيات اللي بعد ما ردتها الأمم المتحدة ضد قرار وتصريح رئيس الحكومة الإسبانية.